القناة ديالي اللي هي خيرة كريا. في الدرس السابق كنا تعرفنا على الماكينة أو آلة الخياطة. اليوم غادي نحاولو نشوفو كيفاش نخيطو فيها. لهذا غادي نديرو جوج ديال التمارين. التمرين الأول هو أننا غادي ندربو كيفاش نخيطو عمودي، نخيطو دائري، وكيفاش نتعاملو مع الزاوية أو لونغل القنيت. وهذا الشيء غادي نحاولو باش نديروه على الورق على الكاغيط، ومن بعد عاد ندوزو للتوب. الوغ التمرين الثاني هو غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع هاد لي روبير، هاد العلامات. داكوغ، دونك قبل ما نبداو هاد التمارين يخصني نشوف انايا لا بوزيسيون ديالي مع الماكينه، التعامل ديالي مع الماكينه. دونك غادي نحاول غادي نجلس مستقيمه، نقرب بزاف من الماكينه باش يمكن ليا نتحكم فيها. وجهي اولا صدري يكون قبالت الراس ديال الماكينه، ويديا يكونوا محطوطين من هنا من هنا ومن هنا على الابرة والسباط باش يمكن ليا نساير مع الثوب كي بغيت. رجليا رجل اليمنيه غادي تكون محطوطه على لا بيدال اللي كيدور لينا الموتور، ورجليا اليسريه تكون منعزله دو كوتي ما نخدمهاش. صافي، دونك دابا نحاولوا باش نبداو التمارين الاول. دابا غادي نبداو التمرين الاول، غادي نحاول باش نخيط عمودي، نخيط لي زونغ القناه، نخيط هكذا هاد لا كورب، ونخيط الدائره، نخيطهم في الكاريت. اول حاجه ندير وهو انني خصني نحيد الخيط من الابره ونحيد الكانت. غادي نخيط افيد، ما عنديش كاع الخيط. الو نشعل الماكينه، نحط الورقه ديالي تحت من السباط، نهبط السباط، نغرس الابره، الابره ديالي نغرسها فوق هذا الخط هذا، ونبدا نخيط. الوغ ما نشوفش في الماكينه في الابره، انا نشوف هنا في هذه البلاصه بين فوسط السباط، بين هاد جوج رجيلات ديال السباط، ونخيط. يديا محطوطين بحال هكذا غير كي يسيروا الكاغيط، ما نزيرش على الورقه، وعينيا دائما بين هاد جوج رجلين ديال السباط، ما نشوفش في الابره، ونمشي حتى نكمل. نعاودها، نحط السباط، نغرس الابره، يديا محطوطين بحال هكذا، وانا كنخيط، ما نشوفش في الابره، نشوف ما بين هاد جوج رجيلات ديال السباط، ويديا ما نزيرش على الورق، نمشي غير نساير معاه. فوالا، الا شفنا النتيجه احنايا نشوفو بان الخطوط راهما غاديين تودغو، غاديين عموديين. نمشي دابا للقنت كالعاده، نحط السباط، نغرس الابره، ونبدا نخدم. دائما يديا دابا غادي نخدم عمودي، هنا غادي نخدم دغوا، نخدم دغوا حتى نوصل للقنت. الوغ ملي عاد نوصل لهاد القنت نساير غير بيديا الى شتراسي باش ما نتغلبش، ونغرس الابره في القنيت في هذا القنت هذا، نغرس الابره، نهز السباط، ندور الورقه،
الخياطة ديالي، وانا دائما كنشوف غير بين الصباط، ما نشوفش في الابرة. الو نغرس الابرة، نطلع الصباط وندور الورقة ونكمل. القنت باش ما نتغلبش، ندير بيديا ديك الخطوه الاخرى، الغرزه الاخرى نحاول نديرها بيديا ونغرس الابره وعاوتاني ندور الكاغيط. انا هنايا خصني نزيد واحد الغريزه اخرى، فوالا، وندور الورقه ونكمل حتى الاخر. صافي، دونك انا درت لي زونغ حتى هما. احنا نحاول دابا قبل ما ندور الدائره نحاول ندير هاد لا فورم هادي. نفس العمليه، نغرس الابره ونمشي. هنايا غادي يكون منظر اخر، قبيله ما كنا يدينا غير كنحطوهم في الورقه وكنساير الورقه ديالي. دابا لا، دابا غادي نحاول نخدم يديا بحال هكذا. دابا انا هنايا دابا كنحاول ندور لهاد الجهه، هاد اليد هادي كنزير على الورق وكندور، وهادي كتساير، هادي كتجر لهاد الجهه وهادي كتجيب الورقه من هنا. فوالا كنحاول باش نجر هكذا، نحاول باش نجر من هنا، وفي هاد الدوره الاخرى نحاول ندير العكس، نمشي لهيه. فوالا نحاول باش نخدم بالعكس، انا دائما نزير وكندور. فوالا فوالا انا ساليت الدوره ديالي، صافي. دونك انا درت هاد لا كورب هادي. دابا ملي نتمرن على هادي مزيان نمشي للدائره، حيت الدائره هي اصعب حاجه، الا تمكنت منها صافي راني مزيانه. الوغ كالعاده نغرس الابره ها هي ونمشي. دابا هنايا غادي نكون دائره كلي كان غاديه وانا كندور. الوغ نبدا انا هذا وكندور بحال هكذا. انا كنزير على الورقه، كنزير على الورقه وكنتفعها من هنايا هكذا. هذه كنتفع وهذه كتجر. انا ما نحاولش نمشي بالزربه باش ما تهرب لياش، نمشي غير بشويه، ملي نتمكن ديك الوقيته نجري كي بغيت. هلا صافي تنوصل البلاصه منين بديت. دونك انا درت الدائره هادي، الى دورنا حنا تنشوفوها بانها مشات لينا دائره مزيانه. دونك الى وصلت انني تمرنت مزيان ووصلت بانني ندير هاد الدائره، راني وليت نخيط مزيان صافي. دونك اون فوا نساليو من هادي ندوزو للثوب. التمرين على الورق ها هو ساليناه، وهذا التمرين كان هو الجزء الاول. الجزء الثاني غادي يكون على التو. نخليكم تمرنوا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني في الفيديو المقبل بحول الله. السلام عليكم.